على هذه القمم كانت تتحصن ميليشيا الحوثي الإنقلابية بعد أن فرت من صحراء البقع. تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة لم تحل دونها وعورة التضاريس في أكثر من اتجاه، كجبل الثأر الذي جرى انتزاعه من قبضة الإنقلابيين كما يقولون، حيث وصلت القوات الزحف إلى جبل حبش المجاور له والأشد وعورة لتستعيد سلسلة جبلية استراتيجية في محافظة صعدة. دحين احنا بوسط جبل حبش، دحين واجه ميليشيات في مخنق صلاة وفي مخنق اليمن وتبة العصيد وجميع مناطق إن شاء الله. أعنف المعارك خاضتها وحدات الجيش الوطني والمقاومة هنا على قمم جبل حبش الشاهقة وقمة الطاقية، مما اضطر الميليشيا للفرار إلى مديرية كتاف المجاورة وجبال المليل والهلب ورشاحة، وهو ما جعل أفراد الجيش الوطني يحتفلون بإحراز هذا التقدم في هذه الجبهة ويطلقون النار في الهواء ابتهاجا بما حققوه. يحيط بسوق البقع سلسلة جبال أم الغضب والعليب، وبتحريرها يكون الجيش الوطني قد تمكن من دخول السوق وتحريره من فلول وقناصة الميليشيا المتمركزين بمبانيه. تترك الميليشيا الخراب والدمار بالإضافة إلى آلاف الألغام وتفخيخ المباني والبيوت والطرقات، ليتحول هذا السوق الصغير إلى أنقاض بعد أن كان يوماً يعج بالحياة قبل اجتياحه من قبل الميليشيا.